أغبياء، صدق كلمتي دي، والله في ناس أغبياء ما يعرف مصلحته وين ذاته. يقول لك يا خلاط تجوط يا غزيجنا، زيجت من شنو؟ العيش ما فوتاني والبنزين بس ده موضوعك؟ قسما بالله البلد دي لو جاطت انت لو ادوق عيش الدنيا دي كله خدت لك قدامك اكل ما تقدر تاكله، ما تقدر. بل انت بعد ذاك لو مرقت من بيتك ورجعت ولقيت امك مقتوله واطفالك مطبوحين في البيت، انت لو ادوك نص الحكومه لصالحك انت ما حتستفيد منه حاجه، صح ولا ما صح؟ الناس ما تبقى عندها هوى في نفوسها، حب للفوضى، وحيتمكن منك اي عدو لك ثاني، وحتبقى انت بدل تقيف في الصف بتاع العيش حتمشي تقيف قدام بابك عشان تحرس اولادك وامك وزوجتك. ده لو قدرت تحرسهم ما حتقدر تشتغل. الفرم اللي بتقيف فيه صف ذاته ده انت ما حتلقاه، لانه بتاع الفرم ثاني ما حيفتح ذاته عيش ولا حيعمل عيش، لانه لو عمل العيش حيجي يشيلوه ساي قلع. تاني في قروش بيتعاملوا بها؟ ناس بيتعامل بالسكين وبالسيف. قلع تاني. ما في بنك حيفتح عشان انت تقيف فيه صف يديك شيك ولا حساب ولا رصيد من ما في ذاته. ما في بتاع بنك حيفتح. حتبقى فوضى. والناس حتندم اي ما ندم. عشان كده اي زول قرا التاريخ بيفهم تمام. بيفهم الحاصل. يا اخي يقتل الزبير رضي الله عنه وأرضاه في نص فتنة زي دي مغدور، وإن كان هو في الصف الآخر ما مع علي بن أبي طالب، لكن لما لقاه مقتول قاعد يبكي علي، يبكي على الزبير وقال بشر قاتل ابن صفية بالنار. الكتل الزبير ده قال بشر بالنار. ووجد طلحة مقتولا فوضعه على حجره وقال يعز علي أبا محمد. وكان طلحة في الجيش الآخر قال يعز علي يا أبا محمد أن أراك مجدلا على الأرض وتحت أديم السماء، إلى الله أشكو عجري وبجري. شوف الصحابة فاهمين كيف، لكن الأمر في الوقت ذاك في وقت الفتنة مرق من يدهم. لذلك قال ابن العربي مقولة تكتب بماء الذهب، قال ومعلوم أنه عند الفتنة وملحمة القتال يتمكن أولو الإحن والحقود من حل العرى ونبذ العهود. قال وكانت آجالا حضرت ومواعيدا تجزت. بعد شوية أول ما البلد تجوط، لو في أي زول عندك معاه وجه مشكلة حيجي يعمل تصفية بتاع الحسابات، هتحصل التصفية بعدين. فما لنا يا أخواننا نحن مع أمر زي ده، ما لنا بيه يا أخي. يجوا يحرضون مجموعة من الحاقدين ويتخذوا أشياء في الحكومة عشان يطعنوا فيها وعشان يزيلوا الحكومة. والشريعة الإسلامية ما قالت لك لا ما بيحصل ظلم؟ أيوة بيحصل ظلم من الحاكم، ظلم، وبياخذ المال نعم، وما بيديك حقك نعم، ده كله بيحصل. لكن العلاج شنو؟ العلاج مش مزيد من الفوضى وسفك للدماء. الآن بيشكو يقول لك شهيد الثورة فلان، أسد الأيام ده شهيد الثورة الشاب فلان، ويجيبوا أمه مسكينة ومفجوعة في ولدها، يجيبوها تبكي وتشكي وتتألم من فقد ولدها. السبب شنو؟ السبب الناس اللي طلعوا ولدك وقالوا له ثورة وتمشي تموت شهيد الثورة. تعرف طلعوه منو؟ طلعوه الشيوعيين. الشيوعيين الليله بيجوا يتكلموا عن الشهيد وشهداء الثوره، شيوعيين شهيد؟ انتم مقتنعين بالاسلام اللي شرع الشهاده؟ الاسلام ذاته اللي فوق الشهاده مقتنعين به؟ مقتنعين بربنا اللي بيتقبل الشهيد؟ مقتنعين بربنا ذاته اللي جعل الجنه ثواب للشهداء؟ مقتنعين به انتم؟ ما مقتنعين بهذا كله، لكن يجي يغش المساكين والبسطاء، وده اللي بيطلع الليله، دي يقتلوا ولدك، وديك يقتلوا زوجك، وده يقتلوا ابوه، وكلهم الضحايا اللي ماتوا ديل، من اجل ماذا؟ من اجل
أن يأتي الحزب الشيوعي ويسيطر بالبلاد ويبقى عنده هو الكلمة، وبعد ذاك حيجوا ديل أولاد الشهداء بيجي بدوسهم بكراع ذاته، وأمهات الشهداء القالوم زمان حيجوا يدوسهم بكراع. يا أخي أنت ما تبقى وقود بتاع أي حرب. أنا والله بشفق على ناسنا البسطة والمساكين المغشوشين، والله بشفق عليهم. مصلحتك شنو أنت الآن؟ الرغيف غلا وشايل فنيلته وجاري في الشارع وبيحرق فلسك، بتوقف بطلقة بقتله. ده المسكين ده مستفيد شنو؟ يا أخي قول الخروج ده حلال بجوز حلال، ده مصلحتك شنو هسه؟ تموت يا عشان في صف بتاع ايش؟ تموت؟ مالك يا زلمه؟ انت مسكين ولا شو؟ الليله بيتكلموا عن انه قتلوا اولادنا وديل كويس ثوار وشهداء. قبل اليوم لما في ناس طلعوا للجهاد، وده جهاد شرعي عديل في اليمن، ده جهاد شرعي ضد ناس كفار بيسبوا الصحابه وسبوا ام المؤمنين عائشه والنبي صلى الله عليه وسلم ويعتقدوا تحريف القران، لما في ناس طلعوهم للجهاد هناك قالوا ليه ودوا اولادنا يقتلون في اليمن؟ مش العلمانيين بيتكلموا زي ده؟ قالوا ليه ودوا اولادنا يقتلون في اليمن؟ ودول اولاد صغار وما شافوا للدنيا حاجه، وطيب اللي بتقتلون في صف العيش ده شنو؟ ما طلعتوهم انتوا قتلتوهم في صف العيش؟ ده جهاد في سبيل الله؟ ولا جابوا حاجه؟ وفي النهايه في النهايه الشيوعيين الان في شعاراتهم بيقولوا ما طلعنا عشان العيش ولا البنزين، طلعنا عشان تجار الدين. وانت افتكر الجبال مشكلتك العيش والبنزين، هم بيقول لك مشكلتنا ما العيش ولا البنزين، طلعنا عشان تجار الدين، ده الدين ما دارينه. اها انت تكون وقود بتاع فوضى زي دي؟ يا اخي لو كان هناك جهاد شرعي، لو كانت الحكومة الليلة كفرت ووجب الخروج عليها عديل، هل أنا بقاتل تحت راية الشيوعية؟ تحت الراية الحمراء؟ تحت الشيوعية؟ أول النداءات اللي نادوا بها الشيوعيين في الانقلاب بتاع هاشم العطا، أول النداءات اللي نادوا بها قالوا الخرطوم ما مكة، ده ما محصلة هنا، قفلوا الجوامع دي، الخرطوم ما مكة، قفل الجامع. في جامعة الخرطوم قبل اليوم لما كانت مهيمنة الشيوعية الصلاة عيب، عيب تصلي، عيب تصلي لي الله، لما نيجي وقت الصلاة بتمشي بالدس تشوف لقاعة كده ولا حاجة متضايرة تصلي فيها، ما في مصليات، والخمر معروض الليلة دي. أمشي عندنا بعض القاعات متخذينها كمتحف كده في جامعة الخرطوم، لا قزازات البيرة موجودة، دايرين البلد سكر وعربدة، صلاة ما في، دين ما في، أخلاق ما في، وبعد ذاك يهيمنوا علينا هم وسيطروا فينا زي ما دايرين. ده دايرينه الناس المارقين برد ما فاهمين الحاصل. انت بتجوط الليلة وبيقتلوك انت، اللي ماتوا ديل اللي قتلوا كلهم الشهيد فلان وفلان وفلان، ما فيهم واحد شيوعي ولا شيوعي. وبعد ما يحصل بعدين ويمسكوا الامر في يدهم حيجوا يستلموه هم ويدوسوك انت بكرعينهم تاني. يا ناس ما عندنا مصلحه في ده كله، نتعظ يا اخي من الحصل الان لاخواننا واشقائنا في الدول الثانيه القريبه منا، ما استفزوهم زي ده يا اخي، ما جوهم قالوا انتم مضطهدين وانتم ولا بد تثوروا وتمسكوا الحكم في يدكم، نفسي لحركهم زي ده. بدل ما كانوا ناس آمنين مستقرين في بيوتهم الآن قاعدين في مخيمات اللاجئين بيموتوا من البرد، كابين النسوان كلهم في خيمة والرجال بجاي في خيمة. زمان انت قاعد في بيتك ومع أولادك ومرتاح ومطمئن، بتمشي بتلقى البنزين الليلة ما في بكرة فيه، بتلقى العيش الليلة صف، سوي لك قراصة يا سوي لك عصيدة، ما ترى تربينا بالعصيدة وبالكسرة وتربينا بالقراصة وبغيرها، معربين لهم بقينا رجال ما نجوعنا ولا حصل لنا شنو؟ بلاش فلها مفارغه. ودي احنا ما بنقول يعني لا نحن دارين يكون عيش ما في، لا نحن دارين استقرار والامن والله يصلح الحاكم ويظبط لنا الامور، ده دارينه نحن. لكن انت لما تنظر للعاقبه الاسوء، العاقبه الاسوء بتخليك تصبر على ده، تاكله بعصيده، تاكله بسخينه،
فهمت؟ وتاكلها بمويه احسن لك وانت اعمى مستغر ولادك خاتم في صدرك لما ينوموا. كان اللي قلت لك لبينة تشربها وتنوم، كم ما لقيت اشرب لك مويه فهمت؟ وارقد نوم وريداتك في صدرك وانت مرتاح. مالك يا اخي؟ مالك يا اخي للزعزعه واختلال الامن والفوضى؟ دار بشنو يا اخي انت؟ فوالله الناس لو عقلت، والله الناس لو اتعظت وقرت التاريخ ونظرت لحال الناس اللي حوالينا، والله نصبر نصبر. ما لا لازم الوقود والبنزين، احنا ما نبقى ناس جاحدين لنعمة الله علينا، ولا نبقى ناس جاحدين للناس اللي قدموا، ما نبقى جاحدين. ما لازم العيد الناس اللي قاعدين لهم 30 سنة، ما كانت 30 سنة يا اخي، ما هسه يا اخي جات في سنة واحدة. ما نصبر يا اخي، ربنا ما بحول لنا الحال، ما نصبر، ربنا ما بدينا يا اخي، ما بصلح الحال يا اخي. نقعد بعد شوية نكوس فيها كواسة يا اخي، الله المستعان. المهم نحن مرقنا كثير من السيرة بتاعتنا، خشينا في مواضيع تانية. المهم الخلاصة انه قاتل الزبير بن جرموز ندم، وده الوحيد اللي ندم من اللي قتلوا الافاضل ديلو كلهم. ندم لما كان يرى في منامه من الرؤيا المخيفة. علي بن ابي طالب قال لهم بشر قاتل ابن صفية بالنار. قالوا بقى بنوم بيشوف في نومه اشياء مخيفة جدا. جاء طوالي في عهد عبد الله بن الزبير لما كان على مكة والحجاز، وكان الوالي بتاعه مصعب أخوه، جاء لي مصعب وقال له يا مصعب اسجني وأقتلني قصاصا في الزبير. أنا اللي قتلت الزبير، قال لي أقتلني قصاصا بس خليني أرتاح. فأرسل مصعب إلى عبد الله بن الزبير، رسل له رسالة قال له يا أخي قاتل الزبير أبونا ده جهنا وأنا سجنته، وقال يقتلوا قصاصا في الزبير. فأرسل إليه ابن الزبير قال له أجننت؟ أأقتل أعرابيا في الزبير ابن العوام؟ أعرابي قال له ساي مقطوع، أنا أقتل قصاصا في الزبير؟ يعني قال له الأعرابي ذاك يساوي الزبير؟ أطلق صراحة وقال له أقتله. قال له فكوا ده، قال له احنا عم نقتله في الزبير فكوا. فأول ما أطلق صراحه ذهب ووجد مبنى عالي من مباني القصور، طلع على المبنى فوق قال له حتى تعالى تفرني، دفروا من فوق فوقع فمات. فكان هذا هو قاتل الزبير ابن العوام رضي الله تعالى عن الزبير. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يحشرنا معهم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.